محمد محمد المغرب دنات دنات نوض نوض الله ينجينا ياك هادشي غير الله يسمح لينا وصافي الله كنت لقاي لا في الصباح دابا الراس كيغلي في راجلك تينا عمليين ديك مبادره كيف طروا الناس واش يفطر مالين ما اختي انا كيف طروا الناس راجلي لا ما غنفطرنا باقي ما فطرنا باقي ما دناتش يا مغرب لا عبد الله جا قال لها ديك الحريره خليها تغدى ايوا لهلي خطيك علينا يا لالا وخلاص الله يسلم يدك والله يطول عمرك ويخليك دائما تاش فوق راسنا امين يا ربي اسمعي مران ديالي كيقول امين والناس اللي دعات مع لالا كنقول لكم شكرا بزاف الله يكبر بكم والله يسهل تنتم عليكم واللي عنده شي كرب الله يفرج عليه امين يا ربي الحبيب الحريره ما شاء الله تبارك الله هادو لابويطه كاين الناس بزاف ما كيعملوا لا شي البيطه وكاين اللي كيعمل لها الله اكبر هما خاطري صوت عجيب كريمه المغرب كدير الحريره ما خرجتش العصر المغرب باقي النهار الاولاني كل شيء كتعملها في المغرب يا فاطمه زهره كتقول كدير الساعه ما كيعرف راسو والله ما عرفنا والو الله الله مشاو تسخروا وتلهاو والمهاوده كتشبر اخرى ايوا ملي جينا عند لالا صدمناها قالت لنا شحال باقي ايوا المدة داك حق الله المهم الاخوان الله يدخل عليكم هذا رمضان امين امين يا ربي امين الله العالي صافي كل شيء ميسا وجدناها ميسا والله صافي وجدها
هي مش تدن دي هذه الطاجين لا باقي هذه دي التليفون وبنادم على سبزة تبارك الله كي شاهي ما شاهيناكم المتتبعين كل شيء مرة واحدة كاين شي الحريرة بوحدة عاونزة احسن كلشي دابا الله يهلم بالصحه والراحه وحتى نتوما بالصحه فطوركم انتينا غير كما تاكل من الصباح وانتينا كتاكل صافي علي على يدك واجي غسل انت على عمي كنقول متعبه كنقول متعبك ولا ايوا اختي متعبك ولا متعبه المهم اللي جيتي وانتينا فاتحه كنشوف عليا فاتحه امك علاش تيت على يدك انا ما غادي نغسلهمش عندي معايا انا اختي وانا زيد اجي تفضل دابا قلتي انا ما نغسلش انا اليوم عاد الاول جيت هنايا ما عرفتش احنا ثلاثين حنا كنغسلوهم انا غسلتهم مالكم باكي ربي غسلتهم يلا مسك هي نفسها تخدم الشغل ديك الاجر في المراه هي انا ولا جيب لي شراب هادي وجيب لك اختي تشرب غير مشي تجلس بصح باش نوريو الزواقه احسن ديك الكوليه خرجي لي واحد الفرسان راه المتتبعين هاي داك الشيء اللي حقيقي طمعوا فيا انا خصها مقشر وعندنا الاجر عندك الاجر عندي الاجر تقول لي ما كاين لي الحاجه انا حقا انت اليوم عندي الاجر بصح كريمه مسكينه مشيت تجلس انت اليوم عندي الاجر وعندي الاجر فيها وانت ما عندي عندي ديك الاجر انا كريمه شكون خصنا ها شكون خصو يوم البارح؟ البارح ما كنتش يا ماشي شغلي جيتي 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 ما كنتش البارح جيت اليوم عاد حصلوني ويلي زمان اللي تخصلو ما تخصلوش قولوا لي مني قولوا لي شكون عنده هذا المشكل هذا دائما على القش هذه ضروري ما يمكنش اي ضروري اي دار كتجبر كينوض ندير على القش بدا الفطور وخا نخصو الدار ديالي نخليكم الدار ديالي زين انا الحلاوه هي جيت نرتاح ها علي شحال حنا ما كتغيش تفطر كتخاف تسلقش ها هاي وهاي اللي تقراها طاير هاي اللي تقراها كثير هذا هو ده عندي امها ماشي حشومه ها النهار الاول يعني الصراحه ماما مسكينه خليها حتى شكرا امين يا ربي كان واخا كنجيب كري كتقول لي مشي يا بنتي انا ما عندي ما عرفتش فيك دابا مسكينه اللي خطي هذه الله الله ما خطي الوالدين معاك جات عاد تلقى قناه جينا عطلي شويه انا وكريمه جينا مع بعضنا جينا في 6 10 دقائق وهي جات حتى انه عيطت المغرب طلع مورايا با مور طلع مورايا تنضر وهبطني جات كريمه قالت لها دابا عاد كيجي وقرانك الناس جاو تشوفوا وقاش حنا قلت لها انتما شنو الساعه جيتوا قلنا لا معذور لا معذور باينه انا جيت جبرت مع اللي عمرهم لي معذور ايوا المهم والله العظيم مع الشغل الاخوان المهم قضي الغرض الصراحه صباحكم شوف انا كنت راه غويت النص فوق عاد جات حنا قالت لنا انتما كيفاش قالنا تقبلتوا عليا والو مره طلبها هذا قلت لها شنو على صور المتتبعين ايوا انا يا الخوت كنغسل الخشعه حنا اي حاجه كنشاركوها معاهم انا مشاركو حنا الناس انا سبحان الله الفيديوز ديالنا خصو يكون مونديوز خصو يكون متابعين كيتوحشوكم كيقولوا لكم غير شاركوا معنا كيدخلوا لعندي دابا انا كيقولوا عندي كيسقسوني عليكم انت اختي حاضره واخا دابا انت انا في الدار وما عندكش الشغل صراحه لا انا اختي عندي دادا كتعمل لي الشغل لا زعما اللي في الدار ما عندكش الخدمه على برا ماشي بحال هنايا خصك حيتك للدار ما حيتك هنايا ولا قريبه المغرب حنايا كنطلبوا الله يسهل الامور المهم حتى سته واقفه ولا وياها باقيين في الحومه
الحكمه الفوقانيه جيب الخاتم شي هنا جيب حتى ودي الله يسلمك والله هي المهم المتتبعين ديالنا قولوا لهم غير بانوا معنا خص الوقت شويه باش تطبوا جفوا المهم غير يبانوا يا الله يحفظهم علينا والله العالي امين يا ربي امين المهم خليهم معاه المهم خليهم معاه كتخصصوا كيفاش كتخصصوا زعما كتخصصوا الله يعطيكم المتابعين ديالنا عاد تعاونوا ان شاء الله حنا دائما كنتعاونوا شي كي يمسحون كيردوا مطيحين شي حبيبه ديالي مشيت معاك مع 5 واحد شي حاجه ديك الساعه هذا قش شهر لا قش شهر شنو هي تما ديك الصوره ها ديك الصوره تما وسط الدار